حملت آمنة بنت وهب برسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة عشية الجمعة أول ليلة من رجب. وإن آمنة لما حملت برسول الله وإن آمنة لما حملت بحبيب الله برسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت إذا جاءت تستقي من بئر تستقي من بئر يصعد الماء إليها يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله لحبيب وفي تلك الساعة رأيت الشهبة تطاير يمينه وشماله ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفة وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان واهتز العرش طربا ومال الكرسي
عجبا وخرت الملائكة سجدا وما جف قنام وأظهر سره الملك الديان المنزه عن السكون والحركة والانتقال والمكان تعالى ربنا ذو الجلال والإكرام تعالى ربنا ذو الجلال والإكرام تبدى النور من هدينا تبدى النور من هدينا خير نبينا يا حبيبي خير نبينا والكون قد زاد زينا والكون قد زاد زينا في ليلة الميلاد يا حبيبي في ليلة الميلاد سيف ابن ذي يزن قد بشر سيف ابن ذي يزن قد بشر بالمصطفى الأطهر يا حبيبي بالمصطفى الأطهر ولقدومي ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال انزل يا رسول الله وقال انزل يا حبيب الله فوضعت من يلجأ الناس إليه النبي المصطفى صلوا عليه